ما تهمت بقى يالا، تخيلتني، ده الموضوع باين عليه كبير قوي. هما ليه؟ عشان كده طردتني من المكتب. عرفت حاجة عن موضوع المول؟ طرطش الكلام، بس الواد المهندس ده ابن حويطة وداخل عليها من السكة دي. اهو الوادي المهندس ده هو سبب في المشاكل اللي هتحصل ما بين حسين بيه وعبد القوي بيه شديد. وايش دخل عبد القوي شديد في موضوع يخص بنت حسين بيه؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط يا يعني؟ عن الواد اللي بيلف حوالين منى. ومنى دي حد يقدر يلف عليها؟ دي تلف على بلد. وبعدين يا انا بكلمك على موضوع المول يا انا. واحنا مالنا ومال المول؟ ياكش يولع المول ولا يتحرق؟ احنا نستفيد ايه؟ وطي صوتك. وايه اللي بيدخلك جوه خصوصيات منى؟ منى انا جاي الشركه هنا ليه يا بابا؟ مش عشان خاطر منمن. تصدق بالله تبان عليك السبب في طردي انا وانت من هنا ونروح نشتغل في محل عراوي. ان انا ما صدقت الواد الاولاني انزح من قدامي، وبعد كده الواد ابن المحافظ يوم يطلع لي الواد المهندس ده. ما انت لو جدعنت في المذاكره يا روح ماما، ها جدعنت كنت خدت شهاده كبيره، كان يبقى عندنا امل انك ضحت زي منى او غير منى. لكن انت حيالله واخد ثانويه عامه. ثانويه عامه يا بابا؟ انا حاصل على شهاده بتقول ان انا خريج ثالثه تجاره. شهاده جديده دي يالا؟ ايوه يا سميحه فاكر. حاضر يا ست هكلمه. يا سميحه حفظت كل اللي انت عايزه تقوليه، سيبيني بقى علشان عندي شغل كتير. مع السلامه. ده الواحد له حق كل شويه يعمل مساج. تحت امرك يا فندم. مين اللي عندك بره يا فريد؟ مصطفى بيه بيوم، وعبد المجيد شلبي، واحمد بيه الشبوكشي، ومدام نجم. بقول لك ايه؟ اعتذر للشبوكشي ولكل الناس اللي بره، ودخل لي مدام نجوى، لان يظهر ان الديسك هيتقلب عليا. بس النهارده بتقلب بدري شويه يا فندم. اعمل ايه يا فريد؟ من القرف وحرقه الدم. وبعدين انت مالك انت يتقلب بدري ولا واخري؟ هو ديسك ولا ديسكك؟ نفذ بقول لك عليه يا اخويا. حاضر يا فندم. يلا. حاضر يا فندم. الو. ايوه يا حسين. ها ازاي الحال؟ ها بونجور يا بيبي. خش جوه جهزي نفسك، خلص المكالمه دي واجيلك. ايوه يا حسين سامعك معاك يا سيدي معاك. سمعتك يا عبد القوي. مين دي بقى يا سيدي اللي هتجهز نفسها؟ يا حبيبي تعرف انك صعبان عليا قوي. الديسك شدد عليك جامد اليومين دول. ايه؟ معقول قبلك كمان ساعة ونص انت هتلحق؟ انت لسه هتقلع هدومك وبعدين تعمل مساج وبعدين تاخد دوش وبعدين تلبس تاني. لا خليها لبكره عشان تاخد راحتك في المساج. انا ظلمت مراتي؟ خليكي حقانية يا منى، وزي ما بتدافع عن مصالح بابا دافع عن مصالح انا كمان. معاك حق في كل اللي بتقول، بس مها ذنبها ايه؟ ذنبها انها بتحبك. وانا ذنبي ايه؟ وبعدين انت عارفه انا اتجوزت مها ليه اصلا؟ اللي انا عاوز اقوله ان مها ضحيه بينك وبين بابي. مها ضحيه مصالح بابا، والوضع اللي احنا فيه ده كان ممكن يتغير لو بابا نفذ دفعنا عليه وخرج نوسه بالسجن. طب وايه الوضع دلوقتي بقى؟ الوضع ده انا مش طايق مها دي وعايز اطلقها. معقوله يا عمر تطلقها؟ ايوه طلقها. هعمل لك ايه يا روح الروح؟ ادي الله وادي حكميت. انا هتسيبيني اموت؟ الله، يعني عايز اعمل لك ايه؟ ما انت شايف جايبه ميه اهي، اضرب الارض اطلع لك بطيخ؟ دي اخرتها يا جمالات. لا اولها ولا اخرتها. هعمل لك ايه يا راجل انت؟ مش كفايه كسره شبابي جنبك؟ حتى الدواء مش لاقيين يا رب. هعمل لك ايه؟ ما انت كنت بكنز الفلوس على قلبك قد كده، مش كنت اديتهم لي كانوا نفعوك دلوقتي؟ هم راحوا في الحريقه زي ما انت عارف. يروحوا في الحريقه حلو على قلبك زي العسل، لكن جمالات تاخدهم كخ عيب ازاي؟ يا جمالات انا كنت عينهم عشان خرجتي وخرجت حوريه. خرجت حوريه للي خلاها وربنا سترها والحمد لله. يا رب يعني انا لو مت دلوقتي حدفن عريان ولا حتدفنوني بكفن اي كلام؟ ما تخافش انت، موت بس وانا هكفنك بالحرير السندوسي واطلعك من عمر مكرم، بس جرب وموت وشوف. بتتمني لي الموت يا جمالات؟ انا برضو اللي بتمنى لك الموت، ولا انت اللي عمال تنبر من صباحة ربنا؟ اهو هعمل لك يا راجل، ما انت راجل فقر صحيح. يا ترى مين يوديني لبنتي؟ هي الوحيده اللي كانت بتعطف عليا. بنتك؟ شلها يا بنتك، هتاخد ان شاء الله من بنتك شويه كلام فنجره بق بلاوي وبتحدف عليك يا جمالات.
أنا تعبت. تعبت ده إيه؟ من أول يوم كده؟ مش قادرة يا حاجة، إحنا بقالنا 3 ساعات بنهابر. طب وأنت لو كنت في المدرسة مش كنت هتروحي من الصبح لغاية الساعة 3؟ قولي يا دكتور، هما المدارس بياخدوا كم حصة؟ 7 حصص في اليوم يا حاجة. بس في فسحة. خلاص، خدي نص ساعة فسحة. وبعدين إيه حكاية بنهابر دي؟ أمال أقول إيه يا قمر يلي مفيش حاجة عجباك أنت؟ تقولي قاعدين بنذاكر بنشتغل مش بنهابر. وحياتك يا دكتور، خد بالك من الألفاظ بتاعتها دي شوية. أنا أقول لها المقابل ليها في الإنجليزي. لا وحياتك، قول لها بالعربي، هي هتكلم الناس بالإنجليزي. قولي بقى، تحب تشرب إيه تاني؟ قهوة ولا حاجة ساقعة؟ ولا حاجة يا حاج. ودي قاعدة الليلة كل ليلة مع النمرة الكبيرة مع الفجرة الخطيرة. خلي بالك من محفظتك يا بيه، لا داعي للندم، الجريمة لا تفيد مع رجل المستحيل، الرجل الذي قال للقهر لا 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 لا، مع خربوش اللي بيهموش، مع الشهامة، مع المجدعة، وهب هب وكله بالحب. وسقف الخربوش سقفة جامدة يا رجالة. الله عليك يا خربوش، هو ده خربوش اللي بتكلم عليه. الله عليك يا خربوش، الله على عضلاتك، الله على المجالس. اتفضل يا خربوش. عمل لي بطل وبتشيل خشب. انزل يا عم انزل. الله عليك يا رجاله، سقفوا يا رجاله، سقفوا يا رجاله، سقفوا يا رجاله. شكرا لحضرتك يا عم. الله عليك. الله عليك. بنحاقي كربوش اتفضح، المفروض يغير النمره دي من بكره. نفسي ينام على مسامير. على طول كان بيتريق عليه. يا نهاركو اسود ونايف يا اختي، بدل ما انت قاعده تتريق على اخويا اتنيلي على عينك انت وهو يا الدلعادي، ولموا الحاجات اللي مرميه دي. يلا بدل ما بقت فضوحتنا بجلاجل. والله عاد بقى الواد المهندس ده يروح يشتكين لحسين بيه وابنه. ماشي ماشي. هو انا في الحقيقه ما اعرفش هو قال له ايه بالظبط، انما كل اللي شفته انه كان قاعد مع الباشمهندس عمر، والواد ممدوح ابني شافه بعد كده داخل لحسين بيه. انا بصراحه الجدع ده مش مستريحه وقرفني في شغلي. هو مين اللي جابه؟ قال ايه بيشتغل في شركه عبد القوي بيه. عبد القوي بيه. بقول لك ايه، انت عملت حاجه غلط. وبعدين يا عصفور يا فندم، في ايه؟ ما تتعدل في كلامك، انا طول عمري ماسك المولات بتاعت عبد القوي بيه. هو الواد ده متفرعن كده ليه؟ هو كمان متفرعن؟ ماشي، طب يلا هو بقى يا عصفور يا فندم.